في سنة 2018. قبل أن أواصل، سؤال أستاذ مهدي عباس، الآن بعض رجال الأعمال يتكلمون على وكأنهم كانوا محقورين سابقا، هل بإمكان شخص كان محقور أن يقوم بهذه الاستثمارات وأن يستفيد من كل هذه المنح والامتيازات؟ لا، هي كاين فعلا. يقول معزوز انه هذا دفتر الشروط كان على المقاس 5 زائد 5، وهو ما كانش ضمن هذا ضمن هذه المجموعه. شوف، اذا كان تسمع الى اجوبه المتهمين، ما كانش واحد فيهم يقول لك باللي انا اختلست ولا انا حقرت، بالعكس يقول لك انا كنت محقور. فكلهم امام العداله الآن يقولوا بأنهم كانوا محقورين، لكن العدالة تحكم على الحالة الحالية، يعني الوضع الحالي، أما كان محقور وما كانش محقور، واش وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى هذا، يعني هل طيب العدالة ظلمته؟ أستسمحك فقط أستاذ مهدي عباس، لأن في هذه اللحظات وجه وكيل الجمهورية تحذيرا وانذارا للوالية السابقة زرهوني، مخاطبا لها، اما عليها ان تسكت واما ان تتهم بشهادة الزور. كان هذا قبل لحظات فقط، قلت وكيل الجمهورية وجه انذار للوالية السابقة يمينة زرهوني المتهمة غير الموقوفة، عليها ان تسكت واما ستتهم بشهادة الزور. هذه النقطة بالذات، نعم، بعد وهذا بعد أن نفت كل التهم وكل أحاديث التي تكلمت عنها وكل التهم التي وجهت إليها، بل أحالت كل هذه التهم ونسبت هذه التهم إلى الوالي الذي سبقها في منصب والي لولاية بومرداس. قلت بأن الجميع يحاول أن يتهرب من المسؤولية الآن، هل من الممكن أن يحدث هذا فعلا مثل ما قال القاضي، شهادة الزور؟ ممكن ممكن، و يعني التقنيين نتاع العدالة اللي يعرفوا واللي يحاكموا واللي دارسين القانون واللي عارفين القانون، ممكن يعرف الواحد إذا كان راه يشهد شهادة زور أو يكذب ولا راه يقول الحقيقة. وكاين الأدلة، لأنه ما نظنش أنه رايحين يحاكموا أي إنسان بدون دليل، وما نظنش انهم يدخلوا السجن الانسان بدون دليل. لكن الان الهروب الوحيد كما تفضلت وقلت انه كل الناس تحصل في بوشوارب وتحصل في الناس الغايبه، وحتى في الحاضرين، وحتى في الحاضرين هذا مثلا شهدنا صباح اليوم بين يوسف يوسفي واحمد ويحيى، بين وزير الصناعه والوزير الاول، شاهدنا هذا. فهما كلهم ما نظنش انه فيه واحد بريء راه موجود في المحكمة، ما نظنش، لأنهم كلهم مشوا مع سيستم، والسيستم كله بأكمله ما هوش طاهر، ما هوش صافي، ما هوش شفاف. هذا وين وصلنا السيستم والحكم نتاع فخامته. طيب، مشاهدينا، في هذه اللحظات يجري الحديث في إطار استجواب محمد بايري من قبل وكيل الجمهورية. يسأل بايري في هذه البلاد اللي يستثمر يدخل الحبس، يرد عليه القاضي ويقول بأن للاستثمار قوانين تضبطه، ويقول له بأن 772 مليون دينار جزائري تم تبديدها على هذه الأرض التي استفاد منها محمد بايري. 772 مليون، كيف تنظر إلى هذا العدد؟ يودي كل يعني الأعداد اللي موجودة خيالية، كلها خيالية. والآن راهم أمام وضع وين يا إما أنه يثبت يا إما أنه يوقف. ويرد بايري على هذا القول بأنه لا يمتلك أي ذنب في هذه القضية، أنا طلبت عقار وهما مدوه لي، أعطوه لي وديته، والآن راك تتحاكم أمام العدالة ولكن علاش حتى أعطوا لك هذا العقار؟ هذه الحملة الانتخابية. في هذه الجزئية أعود وأواصل للحديث الذي دار بين محمد معزوز والقاضي صباح اليوم. يقول معزوز: تم إقصائي في 2016 وقمت بالطعن، وبعدها تم منح الاعتماد، كنت الوحيد الذي يركب الحافلات،
كلهم قالوا بايري قال أنا الوحيد الذي كنت أركب، ومعزوز كذلك هو الوحيد الذي كان يركب الحافلات. القاضي كم نوع من الشاحنات منحوك لتركيبها؟ يقول معزوز منحوني شاكمان والهيجر، علامتي شاكمان وهيجر. القاضي متى تم تبليغك بقبول الملف؟ معزوز يقول في فيفري 2018 وكنت أدفع الحقوق الضريبية حتى تم قبولي من قبل السياني وهو المجلس الوطني للاستثمار. وكلا الجمهورية استفدت من مراسلة ويحيى الصادرة في الرابع فيفري 2018 من إعفاء استثنائي للترخيص بمباشرة النشاط وقبل إمضائك على دفتر الشروط. معزوز لا، لم أباشر النشاط قبل الحصول على الموافقة من المجلس الوطني للاستثمار. وكيل جمهورية يتساءل ويسأل معزوز ألا يعتبر هذا تفضيل لك؟ يجيب معزوز لم أستفد من أي تفضيل، وأقصوني خلال المرحلة الأولى وبعدها وافقوا لي على الملف. وكيل جمهورية أنت أودعت أموال في الحملة الانتخابية بعد حصولك على الاعتماد. وهنا نعود إلى قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية ونتكلم عن الإقصاء. هل لجأ رجال الأعمال في الجزائر إلى هذه الحيلة تمويل حملة بوتفليقة فقط للحصول على الامتياز بعد التضييق؟ نعم نعم، هي لما نشوفوا كيفاش تعين رئيس الفيدرالية أنت المستثمرين ورجال الأعمال الأسلوب والطريقة اللي تعين بها نفهم بأنه كله مفبرك وكله يعني ما كانت حتى حاجة تبع للقانون، وكان يعني تقريبا عيناني خلص واستفيد، خلص من هنا واستفيد من هنا. كان يعني ما كانش تبويح حملة بوتفليقة تحول إلى الاستثمار في الأخير. الاستثمار شكرا. لأنه لما تمد 39 مليار للحملة راح تاخذ 300 مليار. شكرا جزيلا سيد مهدي عباس المحلل الاقتصادي، كنت معي مباشرة للتعليق ولمناقشة هذه الملفات التي وصلتنا ووردتنا وهذه التصريحات من قاعة الجلسات بمحكمة سيدي محمد. شكرا جزيلا على مرورك معنا. مشاهدينا سنتوقف و نعرض عليكم آراء بعض المواطنين المهتمين جدا بمجريات ما يحدث في محكمة سيدي محمد وهذه المحاكمة التاريخية، وأعود لألقاكم فيما بعد لمواصلة الحديث ومواصلة هذه التغطية المباشرة التي كانت معكم ولازالت وتبقى متواصلة إلى غاية أن ترفع الجلسة. نلتقي بعد قليل. هذه المحاكمة كنا نشوفوها خي عندي زوروبي، والحمد لله رانا نشوفوها في الألجيري، ورانا نشوفوا في ناس كانوا وزراء وحكام كانوا يحكموا خي في الألجيري، ودروك راهم يشارعوا فيهم بلي كاين عدالة والحمد لله يا ربي. هو شيء عادي اني نتابع هذه الأشياء رغم انا في الاختصاص الرياضي، لكن الشيء هذا يهمني لانه يهم المستقبل تاعي وتاع اولادي وتاع الشباب الجزائري. هي قفزة نوعية للعدالة الجزائرية، لان في السابق العهد مع المواطن متفاجئ كما يقول بالعامية، عمرنا ما شفنا انكادر ولا راجل ذو وزن كبير في الدولة يقف في أمام العدالة. هي حاجة إيجابية وهي رسالة أيضا للناس اللي راها جاية تخدم. احنا هذا هو الشيء اللي كنا نتمنوه في 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 عدالة، في عدالة مستقلة. هذه راها تظهر وتبين باللي العدالة ذكرها مستقلة بمشيئة الله، ولكن اشتا هو احنا الغاية نتاعنا مشي هذا
السلال والعصابه اللي راها ومازال عصابه قاعده وكل شيء. احنا ما نتمنوش زعما يحكموا عليهم بالسجون، اما لك حنا نحكموا بالسجون ودول الملايير والمليارات نتاع الشعب وفقروا الشعب. اللي فاجاتني ضروق احنا وين كنا احنا نشوفوا بكري رئيس حكومه او وزير الاول باش وهذو اصحاب اليد الطويله اللي كانوا يتزعموا واحنا ارباب الجزائر وكل شيء، حتى هما بذاتهم ما كانوش يتمنوا هذه الثمانيه يكونوا في السجن ويكونوا امام العداله. والمحاكمه اللي رانا فيها دروك راك تشوفوها على المباشر. مش غادي نقول لكم اللي باغي يقول مسرحيه باغي يقول انا فورما راني نشوف فيها راني نرقد هاني، باسكو المسائل الكبار اللي كنا نومو باش تحكمهم العداله راهم في البارة. ما تجيش عندي وتبش تخرني على طريقي. مدينة سيدي بلعباس حنا كنا ضاني فيهم حسن الظن، والله العظيم كنا حاسب بصح كي شفنا هذيك الاخر زعما تحايرنا، ما كناش قارو في هذاك المبلغ هذاك، والله العظيم زعما سبحان الله وبحمده. محاكمة صافي بليزير فرحنا، احنا ما كناش تخيلوا هذا وين لاصوم اللي بينوها في التلفزيون. احنا لي زاجي ما كانوش مأمنين لي مليار رايحه لي فيستير هذه اللي صرات في الجزائر. احنا ما امنناش باللي كاين 4000 مليار و6000 مليار. احنا لاجي مساكين الشعب يستنى قال لك باللي محاكمه وكذا منا من بعد بينوا لنا. يعني كي شفت رؤساء العصابه فرحنا. يعني فرحنا ما كناش ما كانش اللي كان يتصور في هذه 20 عام فاتت. اسمح لي ما كانش في 20 عام هذه ما كانش اللي كان يدي في راسه باللي يودي يجي نهار هذا ويحيى اللي قالوا دي تبع مثلا الكلب جوع الكلب يتبعك ما تاكلوش. ما كانش اللي كان يتصور في يوم من الايام باللي هذا الناس يتحاسبوا، واليوم الحمد لله الرجال. هذا فريد وعنده بروبلام تاع لي غاز. وهذا شعبنا البلوس الحد نتاع فريد.